بالحديد والنار أطبقت رجمات الجيش السوري على الأشرفية. دلعت حرب المئة يوم بالأول من تموز من عام 1978 وأعلنت نوع جديد من الحرب، حرب القذائف وفوهات النار والإجرام المستمر وقتل عشوائي للأهالي من دون رحمة أو شفقة. اتنادى رجال المنطقة وقالوا للمحتل كفى، شحدوا أسلحة ولبسوا جعب وتواعدوا معه بالميدان. وقف بشير الجميل بيناتهم حامل سلاحه وكتاب صلاته. الرئيس كميل شمعون بدوره كان حاضر. لا هو ولا بشير ولا القوات اللبنانية تترك الأشرفية وبيروت لذئب دمشق كاسر بده ينهش لحم بيروت من دون مقاومة. استمرت الحرب 100 يوم بالتمام والكمال. ادعى أبناء الأشرفية وسكان الجدد يلي هربوا من الجيش السوري من كل المناطق لحمل سلاح، وما كان في قدامهم خيار من نوع آخر إلا الدفاع عن الأرض والعرض والكرامة. شو تعلمنا من هيدي الحرب؟ تعلمنا إنه ما في وجود للخضوع بقاموسنا، وإنه رد المحتل ما بيكون إلا بالقوة وحسن التنظيم والإرادة. تعلمنا أيضا إنه التحرير بيبدأ بالنفوس والقلوب والوجدان، وإنه عين الأشرفية بتقدر تقاوم مخرز الأسد، وهيك كمان بيقدر كل لبنان. بس الأيام كانت رجا والظلام انطوى لبزوغ فجر الحرية والكرامة. 100 يوم كامل من الحرب أثبتت أنه نحن أبطال، قاومنا من دون مني أو طلب شكر أو معروف. قدمنا أجسادنا فداء لكرامة الناس وأرواحنا فداء لبلد بيستحق أنه يقوم وينعم بالسلام. 100 يوم من الحرب غير المتكافئة حطت مدماك جديد فوق بنيان مقاومتنا، بنيان ما بتضعضعه مدافع الإجرام ولا بخلخله الزمن، وما منقبل أبداً إنه يغربوا النسيان.